في تونس المشهد أصبح كوميدي جدا، نسبة الإقبال مهزلة، ده ولا انتخابات البلدية، نسبة إقبال هي الأضعف في التاريخ، ده اللي حصل في الانتخابات التشريعية في تونس اللي دعا عليها الرئيس التونسي قيس سعيد. عن هذه الانتخابات نعم، نسبة الإقبال التي شاهدناها هي نسبة كارثية، يعني هي ليست لا انتخابات تشريعية ولا استفتاء ولا سميها ما شئت، هي الاسم اللائق بها هي مهزلة. الانتخابات الأخيرة كشفت عن مدى الرفض الشعبي لسعيد وقراراته وربما ليه هو شخصيا، وهي تعكس طبعا موقف أو مزاج التونسيين، المزاج الانتخابي، المزاج المجتمعي. أنا تونسيون إلى حد هذه اللحظة لم يستعيد الثقة في النخبة السياسية، في صانع القرار السياسي. أن أولويات التونسيين هي اجتماعية واقتصادية وليست أولويات سياسية. يعني الآن أنا كمواطن تونسي مفروض كنت رحت مبارح أحط صوتي أختار نواب للبرلمان. هذه انتخابات تشريعية لقانون انتخابي وضعه قيس سعيد، لدستور وضعه قيس سعيد، لأجندة وضعها قيس سعيد، بهيئة انتخابية وضعها قيس سعيد، بإعلام نصبه قيس سعيد، بجميع آليات قيس سعيد. إذن قيس سعيد هو اللاعب والحكم. الأستاذ دكتور بالحسن الآن خرج الرئيس التونسي من الموضوع وألقى الكرة في ملعب النخبة التونسية، وأيضا سبب آخر وجده الدكتور بالحسن إن المواطن لم تعد تهمه السياسة في شيء، ولكن يهمه الحياة الطبيعية، نعيش، يلاقي أكل، شرب، شغل. غير صحيح. ما يمكن يا دكتور، ما يمكن يا أستاذ زياد، الدكتور بالحسن عنده حق، وإنه الشعب التونسي وجد إنه حتى اللي بيختارهم بيصابوا بالاكتئاب والإحباط، وبالتالي هذه العملية لم تأتي بخير. بعض المرشحين كانوا فعلا مهزلة، وحتى قيس سعيد أشار لهذا. أستاذ زياد، ما دخل قيس سعيد الموضوع؟ يعني قيس سعيد هو استفتاء ضمني على قيس سعيد، هو صحيح انتخابات لأنه هو صاحب المشروع، لأنه صاحب المقترح، هو قائد سفينة الانقلاب. رئيس قيس سعيد هو صانع القرار السياسي في تونس، وهو يتحمل مسؤولية كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهو قال هذا في أكثر من مناسبة، وحتى الحواريين متاعه قالوا في الاستفتاء على الدستور، هو ليس استفتاء على الدستور ولا استفتاء على شعبية قيس سعيد. المسؤول السياسي أو صانع القرار السياسي يقع انتخابه ويقع اختياره لمواجهة الأزمات. قيس سعيد 3 سنوات عين 3 حكومات، لم يطلب منه، لم يشارك أحد، هو اللي عين الفخفاخ، حكومة المشيشي، هو اللي عين حكومة لجنة بودن. إذن قيس سعيد 3 سنوات من الحكم الفاشل. عزف التونسيين عن أنهم يتوجهوا صناديق انتخاب. استفدنا إيه إحنا بقى؟ ألم تكن هذه فرصة فعلا لاختيار نواب لتكوين مجلس أو برلمان حقيقي تونسي يستطيع الوقوف ضد قيس سعيد؟ لو كانت لهذه الأحزاب امتدادات شعبية مثل ما يزعمون لدفعوا بقواعدهم للتصويت بلا على الدستور، ولسقط الدستور، ومن ثم مشروع الرئيس قيس سعيد تماما. فرنسا تحث تونس على استهلال الإصلاحات اللازمة دون تأخير. إذا كنا نتحدث عن إصلاحات، الأزمة الأساسية في تونس هي أزمة اقتصادية. إن كانت ثمة إصلاحات يجب أن تحدث في البلاد فهي إصلاحات اقتصادية وإصلاحات مجتمعية وليست إصلاحات سياسية، وهو الرأي الأخير الذي عبر عن التونسيون من خلال نسبة المشاركة التي نتحدث عنها. الأزمة الأساسية في تونس أن هناك نظام تنموي أو نظام اقتصادي ريعي يملأه الفساد، ينخره الفساد، تكبله الإدارة بقوانينها العتيقة وقوانينها القادمة من ما قبل التاريخ. هنا عملية الإصلاح الحقيقية وليست بعيدة.